برغم صغر سنه هو ليس لاعب كرة مضرب عادياً. عليك أن تعلم أنك لن تستطيع أن تهزمه مهما فعلت. عاد إلى اليابان ليكمل مجده في كرة المضرب متحدياً أمهر وأقوى لاعبي البلاد. هذه أول مرة أرى فيها الضربة. لا أصدق أن فتى في سنه يجيدها. سلاحه كرة المضرب وشغفه في اللعبة. كان ذلك سهلاً جداً. إنه نبيل كرة المضرب. لا تفوتكم أحداث الإنمي الرياضي العالمي Prince of Tennis على تطبيق سبيستون جو. متوفر الآن على تطبيق سبيستون جو. حمله الآن.